الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. القطعة اللي قدامنا طبعا ميتسا أونلاين، يعني طبيب على الانترنت أو طبيب على الخط مباشرة. دكتور جيرار كيبوريفو مي كونسيير، ماذا يقدر أنه ينصحنا فيه؟ بيقول حد، بيقول جومابل توما لينيون، انا اسمي توما ليونيل، جي سيزون، عندي 16 سنة، جي سيفون سومي، انا غالبا يغلبني النعاس، بنام يعني. جي مي سون توجور فاتيغي، واشعر جي مي سون توجور فاتيغي، واشعر دائما بالتعب، لكل في المدرسة الى على ميزون، سي نورمال، هل هذا طبيعي؟ بيرد عليه الدكتور بيقول له شيخ توما، عزيزي توما، pour être en forme، عشان تكون في الفورمة tu dois te lever tôt، يجب أن تستيقظ مبكرا، يعني dormir à 20 يعني وتنام في الساعة 9 toutes les nuits، كل ليلة. il faut aussi avoir un bon lit، يجب أن تحصل على سرير جيد. tu dois faire des sports، يجب أن تمارس الرياضة tous les jours، كل الأيام. c'est très important، ده مهم جدا. beaucoup de gens، كثيرا من الشباب، ne font pas assez d'exercice، لا يمارسوا كثيرا من التمارين. exercice طبعا التمارين الرياضية. autre cause possible، والسبب الآخر الممكن، c'est le stress، إنه الضغط. Si tu as des problèmes، لو عندك مشاكل، ولا سي في المدرسة، او avec tes camarades، او مع اصدقاء، tu dois parler avec tes professeurs، يجب ان تتحدث مع مدرسينك و tes parents، او والديك. l'alimentation est très importante aussi، التغذية مهمة جدا هنا. ام اتوناش، في عمرك، il faut bien manger، يجب ان تاكل جيدا. prends un bon petit déjeuner، خد تناول فطور جيد، لو متى في الصباح، لبن، زبادي، بقوليات، حبوب يعني، فري، فاكهة، بان، خبز. et mange tout le jour، كل يوم، دي لجيم، خضروات، دي فري، فاكهة. voilà quelques conseils pour te dire te sentir reposé et en plein d'énergie، يعني ها هي بعض النصائح لتساعدك في الشعور بالراحة وأن تملأ بالحيوية. طيب هنا بقى نحل الأسئلة. توما سيسون، توما بيشعر دائما، دائما هو بيقول دائما، أنا بشعر بالفاتيغو، بشعر بالنعاس أحيانا، لكن توجور فاتيغة. دكتور جيرار كونسي توما دو سيكوشير أن ينام أني فيغ دو سوار، يعني الساعة 9 مساء. دكتور جيرار كونسي توما دو فير دو سبور تو لو جور، يعني ممارسة الرياضة كل يوم. طبعا ممارسة الرياضة كل يوم. إلي نيسيسير توما، من الضروري لتوما دو بروندر دو لي، أن يتناول لبن، زبادي، حبوب. إمتى؟ في البيتي دو جينير طبعا، أو بيتي دو جينير في الفطور. الجملة اللي بعدها بتقول دكتور جيراف وكولوجين بيرى ان الشباب نيفون با اسي دو سبور، ما بيمارسوش رياضة بشكل كافي او تمارين بشكل كافي. طبعا ناخد بالنا من النقطة دي. دكتور جيراف ديموندا توما، بيطلب من توما دو، بيطلب من توما ان هو يتكلم مع مدرسينه، هو قال مدرسينه، يتكلم مع مدرسينه لو عنده مشكلة في المدرسة. في القطعة التانية لانيفرسير دو جاك، يعني عيد ميلاد جاك، عيد ميلاد جاك. هنا في طبعا دي عبارة عن قطعة بتمثل نوع من انواع الحوار ما بين صديقين، سيزار قيصر طبعا، وفرانسوا، وفرانسوا. سالي فرانسوا، تي فا فينير افيك موا على فيت دو جاك، هتروح معايا حفل جاك. لو سوبر رائع، نو زالون نو زاموزي، احنا هنتسلى، اميزي. فوالا زوي، ها هي زوي وكارين واني، اون ليزانفيت، احنا دعناهم. C'est une excellente idée، إنها فكرة ممتازة. Salut les filles، أهلا يا بنات. On voudrait vous inviter، إحنا بنرغب في دعوتكم في عيد ميلاد جاك دوما غدا الساعة 7 مساء. Je vais écrire les invitations، يعني أنا سوف أكتب الدعوات.
جونيال زوي بتقول جونيال جا دوغلي فات، انا بعشق الحفلات. اتوا كارين وانت يا كارين تو فيانو سي، هتيجي كمان. قالت له داكور جي في دوموندير لا بيرميسيون دو امي بارون، هطلب الاذن من والدي. زوي قالت كيس كون فا شتير كوم كادو بور جاك، هنشتري ايه هديه لجاك. جو في لوي شتير دو سي دي اي دو بي دي اي لا دوغ لي بي دي دو تيتوف، يعني انا هشتري له سيديهات وبديهات، هو بيعشق البديهات بتاعت تي توف. Moi, je vais porter une tarte et une pizza. انا هجيب له تورتايه وبيتزا، ده كارين اللي قالت كده. فرانسوا قال بون موا حسنا. Je vais apporter des boissons، هجيب المشروبات بقى. جي اوفرير دو دي في دي، وهقدم له دي في دي دو فيلم، دي في دي لفيلم سامدي يوم السبت. سا فا ايتر ان فات ميمورابل، هتبقى حفلة لا تمحى من الذاكرة، يعني رائعة يعني. كارين فا ابورتير، يعني كارين هتحضر طبعا. بالنسبة لكارين قالت انا هجيب تارت وبيتزا، يبقى بيتزا ايه ان جاتو، تارت. يبقى هناخد تارت اللي هي رقم بي اللي هتبقى صحيحة عندنا في الجملة اللي قدام. تي توف سي لو نوم دان بي دي، طبعا بي دي يعني قصة ايه مصورة. بعدها طبعا ني فا با ليغ على فات سون لا بيرميسيون دو سي بارون، طبعا اللي قالت انا هطلب الاذن هي كارين. طبعا هي كارين اللي قالت انا مش هقدر، هاخد الاذن الاول ومن والدي. الحفلة هتكون يوم السبت طبعا، سامدي لو سامدي الحفلة هتكون يوم. فرانسوا فا بريزونتي دي في دي، طبعا هيقدم دي في دي. وطبعا سي كي فا اكرير ليز انفيتاسيون على بيت سيزار، طبعا هو اللي هيكتب الدعوات للحفله. في المواقف على بوتيك، في البوتيك فو فولي السياغ ان روب، انت عايز تقيس فستان فوديت، انت بتقول او انت بتقولي فين الفيترين، الواجهه المحل او الباترينه زي احنا بنقوله. او وي لا بوتيك، فين البوتيك، ولا فين كابين داسياج بقى، هي دي بقى اللي هي حجره تغيير الملابس، ولا فين الجيبات، هنختار طبعا حجره تغيير الملابس. فو بارلي دو بارتي، انت بتتحدث عن اجزاء دي فوتر ليسي، من مدرستك. فو ديت، انت بتقول طبعا انا بتكلم عن اجزاء من مدرستي. فلابد اذكر حاجه فيها فصول، طبعا حاجه فيها مثلا على سبيل المثال لابوراتوار، المعمل، البيبليوتيك، الحاجات دي كلها. فانا هاخد الجمله الاخيره طبعا، لان الباقي انا حسب المدرسه الساعه 8 يوجد تي ان اي اللي هي سبوره ذكيه وساعه، مدرستي بتكون حديثه، ده وصف المدرسه نفسها مش اجزاء المدرسه. فوتر كوبان صديقك، فودي موند كال سبورون براتيكا فيك لو شيفال، يعني ايه الرياضه اللي بنمارسها بالشيفال؟ طبعا الايكيتاسيون الفروسيه دي صحيحه، الجودو والبوكس والجولف طبعا احنا عارفينهم، ما بتمارسهمش بالحصان. فوتر كوبان صديقه فو زانتروج بيسالك سور سيكو فو دوني ا مانجير او لابان، بماذا تطعم الارانب؟ لو لقينا خاص مثلا او جزر خلاص ما فيش مشكله، هنا فراوله بتاعت الخيول دي ممكن، لكن كاروت الجزر مظبوطه، جلاس ايس كريم وطماطم طماطم. على باتيسريه محل الحلواني فو دي موندي او فوندير، انت بتسال باع كال جلاس الفوند، اي ايس كريم هو بيبيع، هو بيقول يوجد منه كل الانواع طبعا او كل الاطعمه. هنا ده سؤال وهيرد طبعا، فانا هستبعد الاسئله كلها، مش محتاج ان انا بقى ادور قوي في الاسئله اللي قدام. فو دي موندي، انت بتسالها فوترا مي صديقه سون افي سيغ لا فورميل، يعني انت بتساله عن الفورميل ان اللي هو سباق السيارات، فبتقول له كومون تي لو تروف، كيف تجدها او تجده، كومون لو تروف يعني كيف تجده. اللي بالك هو اللي بيقول، ولا دي رياضه عنيفه، ولا سي تنس بور كلاسيك دي رياضه تقليديه، ولا سي تنس بور بنمارسها بالبسكليت. طبعا هي رياضه عنيفه، رياضه عنيفه، هتكلم عن رياضه الفورميل، دي رياضه ايه عنيفة. في رقم 19 فو ديكريفي فوتر اينيفورم، انت بتصم الاينيفورم بتاعك ازاي، بتاعك اوليسي في المدرسه الثانوي. فو ديت، انت بتقول جيمي ان سويتا كابوش جي بورت دي ليجنز، ولا جيمي ان سيرفيتمون باسكيت، خلي بالك انت بتصف البورت ازاي بتاع المدرسه، ولا جي فيست ان فيست، فيست وبنطلون ان جين. ودي الجمله اللي ممكن تبقى صحيحه عندنا، ان انا بلبس جاكيت وبنطلون جينز.
في الجملة اللي بعدها فو دي موندي افو ترامي، انت بتسأل صديقك لاداد دو سانيسونس عن تاريخ ميلاده، فبتقول له متى ولدت، دي مظبوطة ولا اين ولدت ولا انا ولدت ولا والدتك ولدت امتى، فهي متى ولدت او لا. فو بارلي دي فوتر ديسير دي فري، انت بتتكلم عن الحلويات المفضله بتاعتك، الديسير بقى الحلويات المفضله، فبتقول انا ما بحبش البونبوني ولا انا بكره الشوكولاته ولا انا بحب الكاتريكار اللي هي الكيك بوند نوع من انواع الجاتو طبعا، ولا انا لا افضل الفرونديزا. يبقى هي طبعا الكاتريكار، ان هي طبعا انا بحب الايه النوع من انواع الشوكولا الجاتو. فو مونتري فوتر نوفال كاسكيت، انت بتشير او بتوضح اسمع الكاسكيت الجديده بتاعتك لصديقك، فبتقول له سيتان ماكيت دو تابلو ولا فواسي لو شابو دو مون بير ولا اين ولا لا فوالا. طبعا هي لا فوالا اللي هي ها هي، مش سؤال طبعا، انا بروح للاجابه عندنا في الجمله دي. فو دي موندي ا فوترا مي، انت بتسال صديقتك سي كون مي اوتور دو كو، بنضع ايه حول الرقبه، كولييغ طبعا اللي هو عقد طبعا، ولا براسيلي حزازه ولا خاتم ولا حلق. طبعا هناخد كلمه دي حزازه ودي خاتم. فو دي كريفي، انت تصف فوتر تيني زيك الافات في الحفله. فوديت، انت بتقول جو مي ديغيز ان كوزونير، انا متنكر في كوزونير، ولا بتقول جو في فيغ لا كوزين، انا هعمل مطبخ، ولا صديقي متنكر، ولا انا ما بحبش اطلاقا التنكر. طبعا انا بصف التنكر بتاعي، فهقول جو مي ديغيز انا بتنكر ان كوزونير، دي الجمله اللي هتبقى صحيحه عندنا. تعالوا نكمل مع بعض بقى. مكتوب اليمون، طبعا اليمون كلمة مذكر، هناخد سات اليمون كلمة مذكر، فهناخد لها سات قدامنا. طيب الجملة اللي بعدها بيير سي زامي بريفير، بيير واصدقائه بيفضلوا التنزه، طبعا هناخد سي هنا على اساس ان ده فعل ذو ضميرين، طبعا واحدة واحدة، على أساس إن ده فعل ذو ضميرين، فطبعا هاخد سي هنا عشان متصرفة مع إلى بيك إس اللي هي بيير وأصدقائه. أشيتي دو سنتر كوميرسيال، يعني ماذا اشتريت من السنتر كوميرسيال؟ عندي ثلاثة معناهم ما أو ماذا، كو وكوا وكاسك، كي مستبعد عشان معناها من. طيب كل أولانية هتبقى صح، كوا احنا عارفين ما بتجيش الا في نص الجمله او في اخرها، ولو جت في اول الجمله يبقى مسبوقه بحرف جر. كاسك، ما هي كاسك معناها ما او ماذا، طب ليه ما خدناش يا ميسيو؟ لان كاسك ما ينفعش ان انا اقدم فعل على فاعل بعده، طالما في اسك عندنا يبقى ما ينفعش اقدم فعل على فاعل. لبريبي، بريبي يعني النعجه، النعجه او نعجه، بتكون جروند كيلا باش، يبقى اقل موا، بس هاخد كلمة موا طبعا عشان هنا صفة، هستبعد كو، هستبعد دو، هستبعد دو، يبقى ما فيش الا موا هي اللي قدامي، لان في الصفة يا اما موا يا او سي يا بلو. نحاول بقى قدامنا في 29، فاتي فوار لي زانيمون دو لا فيرم، يعني هل ترى الحيوانات؟ قال له انا اراه، اراها يبقى خد لي، مش محتاجة بقى ان انا ادور، يبقى هناخد ليه. نعم انا اراها، انا بتكلم على الحيوانات هنا، وبتكلم عن فيرب فوار، وفيرب فوار معناه يرى، يبقى واضحه قدامي هنا ان انا هشتغلها على هذا الوضع، فبالنسبه لي سهله ماهيش صعبه الجمله دي. طبعا انت دايما في الجمل دي طبعا تتكلم عن حيوانات، طب ما تنفع ليه؟ ماشي مفيش مشكله، بس خد بالك يرى الحيوانات ولا يرى في الحيوانات، احنا عارفين دايما ان انا عايز فعل في حرف جر. ما فامي عيلتي وانا نو فينو دو نو زابيير، خدنا نو ليه يا ميسيو هنا؟ عشان ده فعل ذو ضميرين، وهنا الفاعل نو، فلابد اصرف الصيغه على حسب نو، بعد دو في مصدر فعل. حلو كده. سوني با نوازيت، دي كلمة مؤنث واضحة قوي، اخرها او تي تي او، يبقى مؤنث كل اللي اخره اي تي تي او، فهو مؤنث مع ده كلمة شوكلت. ما جرون مير جدتي امالا، عندها الم في، عندها الم في، طبعا لو لاحظنا هنا هنعوزه الابوستروف، ما فيش غيرها، العين اليمين. لو افتكرت معايا بقى افوار مال،
آه وأو وألا وأل أبوستروف وأقول فيها إكس في الآخر. طبعا مش هينفع اخد اه هنا عندنا في الجملة اللي قدامي واحطها مباشرة مع الاسم. فوزافي ساكادو، فوزافي فوتر، هي كلمة ساكادو يا فوتر يا فو. طيب فوتر هنا مفرد، فو جمع. طب بص لكلمة ساك، اه ده ساك هنا جمع، يبقى اختار فو، يبقى هختار ايه؟ فو. سو اون فا على فيرم، اون فا ذهبنا، اه سو ماتيني هذا الصباح، ولا سو ماتان، ولا سواري، ولا نوي. لو لاحظت كل الكلمات اللي قدامك مؤنث ما عدا كلمة ماتان مذكر، فدي اللي هاخدها. يا مسيو، هو انت مش كنت قايل او كان في قاعدة بتقول سو ماتان بتدل على الماضي المركب؟ مفيش مشكلة، اصل هنا انا ما بسألكش عن الزمن، انا بسألك سو جا بعدها كلمة مذكر، ايه من الاربعة اللي قدامك مذكر؟ كي اي او لابو، يعني مين بيكون في اللابو؟ فقال له بيرسون، مفيش حد، انا بسأل على كي، يبقى بيرسون بيرسون. طيب في الجملة اللي بعدها اون تي في الصيف، ميكو با اي موا اون في دي كامبينج. طبعا عارف ان كلمة كامبينج لاخره اي ان جي بتاعت الانجليزي دي مذكر، معناها كلمة ليجنز. الفرنسي الفرنسيين مانج دو بان فيك دو بير اي دو لا كونفيتور سيرلير تارتان. طب ما هي كلمة ترتان مؤنث، ترتن ترتين، اه ترتين دي مؤنث، يبقى بريفيري بريفيري. اه اير لا بوتيك ا اوفر سي اوفر ولا اي اوفر ولا سي اوفر. خلي بالكم بقى عشان الجملة دي فيها نوع من انواع اله، فتح مفتوح بيفتح، يبقى خده فعل ذوقي ضميري. بريطانيا لو نوم دي ان مكان ولا مقطعة ولا طريق ولا قرية؟ ها فهنا ريجيون مقطعة، سؤال يعني ممكن اقول عليه شوية كده. جي ادور دي فيلم، انا بعشق الافلام. كلمة فيلم طبعا جمع مذكر، فهناخد كلمة انديان اللي هي الاخيرة. طبعا بشكركم جدا لمتابعتنا، بشكركم جدا لتعليقاتكم، واتمنى دايما ان تكونوا معانا، وباذن الله معاكم لحد يوم الامتحان، نحل نوضح نشوف الجمل فيها ايه. تابعونا، هيبقى فيه جديد كل ما يبقى فيه طبعا منكم اسئله وتشجيع لينا ان احنا نضع جمل جديده، افكار جديده. وانتظرونا في المراجعه باذن الله بعد نص الشهر، نعمل مراجعه الجرامير الجمل الجديده. في مراجعة كنا بنقول عليها في على اكاديمي، على نون اكاديمي، ولكن لسه بدأناش فيها لان المجموعة ما اكتملتش. والى اللقاء في حلقة قادمة. اوروفار اوروفار. اترككم في رعاية الله وسلامه، ونشوفكم في الفيديو الجاي بإذن الله. الى اللقاء.